مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين. في حلقة اليوم قررت أن أشارككم إحدى اللحظات الممتعة جدا لدى كل مربي عصافير، واليوم سوف نستكشف ماذا في داخل عش طيور الكوكتيل. البعض يسميها الكروان على حسب كل بلد وكيف يسمي هذا الطائر الجميل جدا. نعتذر عن هذه الفوضى التي فوق العش، إنها بسبب ببغاء الكاسكو. إنها فوضوي جدا في ويرمي القشور هنا وهناك في كل مكان. المهم، هذه هي المفاجأة التي قررت أن أشاركها معكم، وهي فقس بيوض طائر الكوكتيل. إنه أول يوم ونتشارك مع بعض هذه اللحظات السعيدة. أتمنى أن تعجبكم، وإلى اللقاء.